في السابع من تشرين الأول 2018، أي بعد فوز جبران باسيل في الاستحقاق النيابي السابق في البترون، قال في حديث متلفز: ما زلنا إلى اليوم نعاني التعدي على الأملاك البحرية في البترون، وبعض النواب يخالفون القانون. بقى نحن مشاكل بمنطقتنا ما بدنا، ومخالفات على البحر ما بدنا، وهذا البحر بدنا نحافظ عليه. الحل اللي فيه قانون. للأسف عنا وزراء ونواب ومسؤولين ومدراء بيخالفوا، هن اللي بيخالفوا. نحن بنعرف كتير منيح القانون. كلام باسيل يكذبه الواقع، فقد تبين أن سهر جبران باسيل، فرانسوا بركات وشركائه أولاد رجل الأعمال سليم الزير اشتروا رقعة أرض مساحتها 800 متر مربع غير صالحة للاستثمار بسبب صغرها والتصاقها بالطريق البحرية، وبدأوا بإجراءات مخالفة للقانون تتمثل في ضم شاطئ عام مساحته نحو 3000 متر مربع إلى أرضهم. اكتشفنا أنه في عملية تزوير حاصلة علنية، بأنه في ناس عم بتجرب تنسب لعقاراتها مخالفة ما قبل سنة 94. ما قبل 94 يعني هو التاريخ اللي بيخليك تقدر تسوي أملاك عامة بحرية متعدي عليها قدام عقارك، مثل كل مشاريع لبنان اللي ربنا بالبحر وعيني مسابح وبيسينات وغيره. إنما اليوم نحن هون هالعقار الملك من 3 مالكين، وكان بلش قانون التسوية، وهالمالكين هون ما تقدموا بتسوية للعقارات، لأن العقارات ما حدا جاي واقف فيها، ما فيها تعدي، ما فيها أي تعدي حاصل لا بالتسعينات ولا بالثمانينات ولا بالألفينات. المالكين الجدد دغري من سنة، من أقل من سنة سجلوا الأرض وتقدموا هالسنة هيدا بمعاملة تسوية. في شغلة كثير مهمة بدي أقولها، إنه الديدلاين تبع التسوية انتهى من قبل كورونا، ولكن بفعل كورونا وفعل الأوضاع تمددت المهر، طلع قانون تمديد المهر بلبنان، مما سمح للناس اللي ما لهم مقدمين يضلوا تحت القانون ويجوا يتقدموا. الجديد اتصلت بالمدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر لاستضاحه. نحن هو صاحب العقار قدم لنا مثل عدم طلب، طلبنا منه إثباتات. لجي الإثباتات يعني؟ يعني احنا دائما بالامور هذه اللي بتتعلق بالاملاك البحريه بنعتمد على الصور الجويه او الخرائط اللي بتجينا من الجيش اللبناني. نعم. فطلبنا احنا يعني طلبنا منه يجيب لنا شيء بيتعلق بهالشيء من الشؤون الجغرافيه اللي هي احنا بنعتمد عليها بشكل، فبس يجيب لنا منشور يعني. في حال اخذتوا هودي الاوراق وثبت انه ما في مخالفه، فساعتها طبعا ما رح تعطون الموافقه صح؟ اكيد. هلا اذا في مخالفه احنا اذا ما عملناه شيء بصير نحن عم نخالف، لانه هيدي في أموال عامة لازم تندفع عن المخالفة هذه. وبناء على ما تقدم، تستعرض الجديد الوثائق والمستندات والخرائط والصور الجوية المطلوبة لعل بالإمكان إنقاذ شاطئ عام، ولكن يبقى السؤال: هل يطبق القانون أم ينجح النفوذ في حماية المخالفة؟ روبا الفرن، قناة الجديد.